حالات طوارئ ذي أو يعني أم حاضر نقوم 24 ساعة تاجي بشغلن وقت نها مثلا روجي أم 10 ساعات شغلن بري كيم يقولوا أم تشغلين جبر أنا حالات طوارئ شيء بوي روجي دقي 10 ساعات يا زص حسب حاجتها باجر دميني طبعا بري قوم فرني بمري نجي أم بقلك معتمدين أرد شغلن كا مثلا كفايتها باجر هي جنان يا تنيي هجر هبه أم بردوام هجر بيجي مثلا كفايتها باجر هي أمي قابي ساكنين بس تبلي يقولوا جيكم ساكنين يعني أم احتياط يخد السنين اللي فرني مثلا في صدر طب تشارسل بسيس بحسب يعني أم زيد أبوني ليه فينين أم بيدك يوك احتياط هيلين وحاجتك شيء ببي حالك طارق مثلا بشاب شيء ببي تشين شيء ببي أم جويجر حساب دكن وقنان هبل بيدك عم نشتغل هنا منطقة عمودة عم نبلش الشغل من الساعة 6 المساء لحتى الساعة 11:30 أحيانا للوحدة حسب ضغط الشغل علينا احنا نشتغل من أجل الشعب مكافحين معاكم وقلبنا مع قلبكم ونتمنى الله يفرج علينا وعليكم وعلى جميع أمة محمد. واجم بري خدای وی فرنادر باز جامیر اجمر لیکسن گور وانان متوفره خدای اما مسافت 40 کیلومتر انا زاتم خاطرش بو ازنامه بم جملتره و وضع کی شپزه سر ملت می کورد شی بو یو و ریشا سر مکرنه تشکی گل کی زحمت و زور المکرنه یعنی ملت ما گیش وافنا بر بونش باجاره یی دربیسی و تل ابیض و راس العین و ریشا سر ملت کورد یعنی نه گوت مرچ بش بالنسبة لجا فرنير ام شغلن الجور تدي حاجتها ملات فيدك ارفانجي ام شافو رود شغلن ام ددن افرانا قشا ام ددن شيلان ام ددن بيروت ام ددن شمس ام ددن كوم ام ددن قلكا افرانا قشا بالنسبة لجا بوهابون يرتجي بوهابون تشين ابوي انا نسكن مازوت متوفرة اموري باشين يعني باشين حبكي تنقافيه ام دكافيني مسالي عمالة جفيدك هجيانه او جيم دروانج بيش دوليتينن عمال ويدك هنا سياره وان هنا سياره وان جمرتينن ام دبيجن تشكي بو هابوني تني وما تشتك بو انا كريم بركزك بعض ظروفنا استقلال لك ونبيج والله في مواد بو هابوني يا مواد بوني نام بو هابك يا اربان بو هابك نا نفس سعره بري باحداث اجي بيش دي احداث اجي سعره ما هيك نفس سعره امتن